مارتينيز من جديد يلعب كرة ناحية ماسكارا أو ناحية لاما. لاما باتي أقرب يعيد الكرة لفلان بيبي ماسكارا. لاما الآن لاما تصطدم الكرة بها باتي وتتحول إلى رمية جانبية يحافظ على الكرة يبررها ناحية لاما. تدخل ناجح من أباتي أباتي لسيدورف مرور ناجح من سيدورف التمرير لأباتي أباتي أباتي ينطلق بالكرة محاولة اللحاق بها أباتي يحاول يكسب ركنية يكسب رمية جانبية اللاعب أباتي سيلفيستري أمامية لا وجود أحد لاما يتابع أباتي أقرب أباتي أباتي التمرير لباتو باتو يمرر لأباتي أباتي أباتي انطلاقة من جانب إغناسيو إغناسيو يتابع يواصل التقدم الكرة اللي سارت في الملعب إغناسيو للوراء باتو يختم الاستقبال سامبروتا في تاريخ لقاءات الفريقين في السابق كانت هناك العديد من المباريات اللي شهدت باستمرار لكن الإنقاذ يأتي من تدخل جانب باتو أم رونالدينيو مهارة من ستنقذ ميلان إذا باتي الكرة داخل منطقة الجزاء هذه كرة أمامية الآن متابعة من أباتي أباتي شتت الكرة أمبروزيني هي الكرة لأباتي أباتي في الانطلاق الآن يواصل أباتي الآن محاولة مرور ينجح في المرور أباتي يحجز كرة عرضية وحارس المرمى ديوخاري تابع ركلة ركنية لفائدة ميلان ميلان بدأ ينشط في اللحظات الأخيرة